يسعد صباحك يا هايدي. صباح الخير يا رشا. كيفك اليوم؟ تمام، وانت كيفك؟ كيف كانت هالليله؟ تمام الحمد لله. يمكن كان صوت الهواء كثير قوي، كان في امطار كثيره، ويمكن يعني كانت عواصف كثير، وحتى كان في تساقط للثلج على المرتفعات. صحيح. بس يمكن اليوم اكيد رح نعرف من متنبئنا الجو اذا كان حيخلص هذا المنخفض او لا. ان شاء الله دائما نحن بنقول انه بردا وسلاما على سوريا الحبيبه، وان شاء الله هاي الامطار تغسل ارواحنا وقلوبنا ونرجع نبلش من جديد. تخيلي انه نحن لو عندنا القدره انه نحن نرجع نغسل كل شيء في قلوبنا، قديش كنا أكيد. غسلنا احداث وانكسارات اشخاص واماكن، ولكن الشغله اكيد ما انا بايدنا، ولكن رب العالمين اعطانا اكيد النسيان لنقدر نتجاوز كل شيء بحياتنا. لولا النسيان نحن كنا اكيد ما قدرانين، او كنا انتهينا من اول عثره مرقنا فيها. لذلك هيك يخلوا دائما الصبر هو عنوان حياتنا، وهذا اليوم هو بدايه جديده، وكونه بدايه اسبوع جديد خلينا نتمنى لكل حدا مرافقنا لليوم الصحه والسلام، ودائما نقول يا رب جبران الخاطر. مشوارنا الصباحي بلش معكم، وكالعاده ضيوفنا من مجالات مختلفه حيكون عندنا وقفه اليوم بالمجال التربوي بالاضافه للرياضي وايضا القانوني، واكيد اخبارنا من المحافظات السوريه ضمن تقاريرنا. يسعد صباحك من جديد يا رشا، صباح الخير لكل المشاهدي الاخباريه السوريه من وين ما كنتوا عم تتابعونا مع بدايه اسبوع جديد ويوم جديد. ان شاء الله يا رب يحملكم كل الخير والصحه والرزق وراحه البال، واكيد مثل ما ذكرت رشا مع امطار الخير والاجواء البارده اكيد يا رب يفرج على بلدنا وعلينا جميعا وتغسل قلوب كل حدا حزين، كل حدا مهموم. اكيد نحن مكملين معكم ومنترافق نحن وانتم لمده ساعه ونص من الوقت، ولكن مثل العاده خلونا نطلع لفاصل صغير ونبلش. قبل ما نروح هادي ومثل ما تعودنا لذاكره الصباح واهم التواريخ اللي تسجلت بمثل هذا اليوم، خلونا نشوفها مع بعض. اليوم 27 كانون الثاني، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. بمثل هاليوم من عام 1926 الإنجليزي جون بيرد يخترع التلفاز. بعام 1944 رفع الحصار عن مدينة لينينغراد بعدما يقارب 900 يوم منذ بدايته، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. بعام 1967 احتراق حجرة قيادة المركبة أبولو مما أدى لمقتل رواد الفضاء الثلاثة المتواجدين على متنها خلال إجراء التدريبات على المهمة أبولو 11. بعام 2006 زلزال في بحر الباندا بقوة مقدارها 7 على مقياس ريختر. من الوجوه يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1903 جون إيكليس عالم فيزيولوجيا أسترالي وحصل على جائزة نوبل في الطب بعام 1963. ومن الوجوه يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1901 جوزيبي فيردي موسيقي إيطالي. وأكيد مشاهدينا قبل ما نشوف أولى تقاريرنا ونروح لأولى ضيوفنا خلونا ننتقل لفقرتنا الثانية، فقرة هل تعلم، ومجموعة من المعلومات العديدة والمنوعة اللي رح تكون ضمن صباحنا لليوم، خلونا نتابع. هل تعلم أن أحد الأسباب التي تجعلك تشعر بإرهاق شديد عند الاستيقاظ من النوم هو عدم شربك الماء الكافي في اليوم السابق؟ وهل تعلم أن النوم على الظهر يزيد من احتمالية تعرضك للكوابيس، خاصة الكوابيس التي تعجز فيها عن الهروب والركض؟ هل تعلم بأن سبب الأنين أثناء النوم أن الإنسان قد يرى أشياء تفوق ضغط عقله فيبدأ بإخراج أصوات لتخفيف الضغط على العقل؟ هل تعلم بأن الألم الذي تشعر به في رأسك عندما تأكل شيئاً بارداً بسرعة سببه تجمع الدم في دماغك للمحافظة على حرارته؟ وأخيراً، هل تعلم بأنه كلما كنت هادئاً وثابتاً مهما كانت ظروفك ستجد نفسك متحكماً في حياتك ومسيطراً على الوضع؟
وقبل ما نستقبل أول ضيوفنا هادي حروح لأول تقرير معنا ضمن حلقتنا لليوم ومواضيع علمية متنوعة في النمذجة الرياضية في الجمعية السورية للمعلوماتية. يافعون مميزون من نادي النمذجة والمحاكاة في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية يقدمون مواضيع علمية متنوعة في النمذجة الرياضية عبر عرض سينوارات علمية باللغة الإنجليزية. حنكون تفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. يافعون مميزون من نادي النمذجة والمحاكاة في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية يقدمون مواضيع علمية متنوعة في النمذجة الرياضية عبر عرض سيمينارات علمية باللغة الإنجليزية. حدث السنوي لنادي النمذجة والمحاكاة سيمينارات باللغة الإنجليزية كتير مهمة لأنه اليافعين بيقدموا فيها موضوع علمي بخص نادي النمذجة والمحاكاة بطريقة علمية ومهمة. تهدف الفعالية لتمكين الطالب من شرح فكرة رياضية محددة باللغة الإنجليزية بمستوى جيد. سبق هذه الفعالية فترة التدريب امتدت لمدة لا بأس فيها حوالي شهرين. خضعنا الطالب خلينا نقول جلسات تدريبية حول المشاريع ممكن يتعامل معها وممكن يصمم لها نماذج محاكاة حاسوبية، كيفية تصميم عرض تقديم على الحاسب، وكيفية شرح هذا العرض وبشكل تفاعلي أمام الجمهور باللغة الإنجليزية. اليوم قررنا نعمل محاكاة لحركة الأرض حول الشمس باستخدام قوانين نيوتن وحلها على الماتلاب باستخدام تابع ODE، وقررنا نعرضها باللغة الإنجليزية لأنه الإنجليزي جزء لا يتجزأ من العلم وأي واحد بده يتميز بأي مجال لازم يعرف باللغة الإنجليزية. عم بعمل مع أخوي محاكاة ونمذجة لحركة الأرض حول الشمس باستخدام الماتلاب وقوانين نيوتن للجاذبية وباللغة الإنجليزية لأنه هي هيك إنه جزء من كل شيء وخصوصا الرياضيات والفيزياء. عملت مشروع عبارة عن ملاحقة جسم لجسم ثاني بعالم ثلاثي الأبعاد مثل الفريسة والمفترس، ويكون الشرح يكون التمثيل رياضي باستخدام لغة الماتلاب. تشكل هذه الفعالية حدثا سنويا في نادي النمذجة وتخلق جوا تفاعليا بين المشاركين والجمهور بهدف تمكين اليافعين من التعامل بشكل متقن مع المواضيع العلمية وشرحها بلغات متعددة. وأكيد رشا رح نبدأ بمحطة تربوية وتعليمية، ويعني بعد ما صارت المواد الدراسية للشهادة الثانوية مؤتمتة استفسارات كثيرة وخوف كبير من الأهالي، يا ترى هل الطلاب اليوم قادرين يتعاملوا مع هذا النوع من الأسئلة الجديد؟ وبعد ما خلصوا امتحانات الفصل الأول تبين أنه نسبة من الطلاب قدرت تتأقلم مع هذا النموذج الجديد، وأكيد نسبة من الطلاب لقيت صعوبة، بس يا ترى شو وضع اليوم اللغة العربية؟ هل كان في اختلاف على هي المادة؟ هذا الشيء اللي حنتعرف عليه اليوم يا رشا. أكيد هادي، هذا القرار اللي أصدرته وزارة التربية بأواخر 2023 وهي بأتمتت جميع المواد للثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي، كان أنه كل المواد حتكون مؤتمتة ما عدا مادة الرياضية العربي حتكون الأتمتة جزئية فيها، وهذا الشيء كرمال تناسب التطور العلمي والرقمي بهذا المجال اللي عم نعيشه أو بهذا التطور اللي عم نعيشه. اليوم كل في تخوف من الأهالي وأيضا من الكادر التدريسي. حنروح فورا لضيفنا لليوم لنعرف أكثر عن مصير اللغة العربية وهي دائما الخوف الأول للطالب بكل امتحان، وضيفنا لليوم هو مدرس مادة اللغة العربية الأستاذ طارق الحموري. صباح الخير أستاذ، كيفك؟ صباح النور أنسي، أهلا وسهلا. صباحك أستاذ، أهلا وسهلا. صباحك أنسي. يعني عم نحكي اليوم عن موضوع كتير مهم، اللغة العربية لغة كتير مهمة وفينا نقول إنه هي لغة مرتبة اليوم لطلاب الشهادات. خلينا بداية نعرف المشاهدين شو هو الاختلاف يلي طرق اليوم على نوعية أسئلة الامتحان لمادة اللغة العربية. أهلا وسهلا أنسي مرة ثانية. الاختلاف اللي طرأ على مادة اللغة العربية للأمانة هو اختلاف ظاهر وملموس. يعني أولا نحن كنا بالامتحان الماضي نعتمد على مادة واحدة أو نعتمد على قصيدة واحدة في الأسئلة، كان يجي الامتحان خمسة أبيات مثلا، ثلاثة أبيات من داخل الكتاب وبيتين من خارج الكتاب. تمام، هاي الأبيات هي مسؤولة عن التطبيقات الفنية واللغوية والقواعدية، لكن الآن الاختلاف كان كبير. نحن هلأ حاليا في عنا ست قصائد. نعم. كل قصيدة
صارت مهمة لدى الطالب في الامتحان، وبالتالي الطالب ما عاد يقدر يقول أنا بدرس هي القصيدة وبترك غيرها أو أعطي أهمية لهي القصيدة على حساب القصيدة الثانية. فلذلك الطالب صار لازم يكون عنده دراسة شمولية وموسوعية لمادة اللغة العربية. هي أولا. بالنسبة أيضا إلى موضوع الأبيات الخارجية، صار في زيادة بعدد الأبيات اللي دخلت بالامتحان. أولا كان في عنا تقريبا بيتين خارجيات الطالب يجاوب عليهم، هلأ لا تقريبا عم يكونوا من 3 إلى 4 أبيات خارجية. كان يلاقي فيهم صعوبة يعني رغم أنهم بيتين، وإلال كان يلاقي فيهم صعوبة. هو كان يلاقي فيهم صعوبة، لكن دائما هي وزارة التربية لما بتطرح البيت الخارجي بتقول ببساطة هذا البيت فكرته مرت مع الطالب خلال فترة التدريس. فأعتقد أنه صحيح أنه صاروا هني 4 أبيات، لكن إذا كان الطالب درس دراسة كاملة ومتمكنة رح يقدر يجاوب عليهم. طيب أستاذ، خلينا هيك نستفيد من وجودك معنا اليوم وناخذ نموذج من الأسئلة اليوم. كيف حتكون الإجابة على مادة اللغة العربية كونه مؤتمتي بشكل جزئي؟ الإجابة حتكون بصراحة نفس طريقة الأسئلة الماضية، لكن الطالب عم يشوفهم 30 سؤال. نحن عندنا بمادة العلمي مثلا اللغة العربية للفرع العلمي عندنا تقريبا 30 سؤال مؤتمت. الإجابة 30 سؤال مؤتمت، على كل سؤال تقريبا في عنا دقيقة أو دقيقة وبعض الثواني. طيب ما صار ظلم بهذا الحساب التوقيت؟ وزارة التربية هي لما طرحت النموذج المؤتمت قالت أنه هذا النموذج استرشادي، وأخذت عينات من المدارس، وحاليا وزير التربية قال سيادة الوزير أنه ممكن يكون في مراجعة لوقت المادة الامتحانية. يعني في شكاوى كثير هاي سمعناها من الكادر التدريسي والطلاب انه الوقت انظلموا الطلاب فيه، وخاصه وقت اللي بيكون ماده بدها شويه تفكير اكثر، يعني خصوصا انه كانت اول مره الطالب عم يتعرض لهالماده. اعتقد انه وزاره التربيه في اعاده يعني في طور اعاده تقييم الوقت في لاي ماده امتحانيه. ان شاء الله بنتمنى اليوم صوتنا وصوتك يوصل استاذ كرمال الطلاب. باذن الله بيوصل ان شاء الله يا رب. استاذ، يعني لابد انه لما بدنا نحكي عن ماده اللغه العربيه نحن نحكي عن المواضيع. كنا عم نحكي قبل الهواء انه صار في تغيرات كثيره اليوم على المواضيع، ويمكن نحن بنقول انه اللغه العربيه هي لغه الادب، لغه الشعر، لغه الثقافه. بالنهايه الطالب من خلال الموضوع لما بده يكتب موضوع بالامتحان قادر يطلع عنده الحس الابداعي والخيالي. خلينا نوضح شو هي التغيرات يلي طرقت اليوم على موضوع اللغة العربية. للأمانة بالنسبة لموضوع التعبير يعني تغيير كلي ما حصل، ضلت روح موضوع التعبير واحدة. يعني الطالب بكتابة موضوع التعبير ما اختلف حاليا أي شيء عن الطريقة التقليدية اللي كنا عم نكتب فيها الموضوع، لكن حصل تغيير بسيط في توزيع درجات موضوع التعبير. هذا التغيير البسيط للأمانة الطالب ما في عنده مشكلة أبدا فيه، طالما الطالب لا يزال يعتمد على الكتابة المنهجية اللي هي بنذكر العنوان الوحدي، دور الأدباء بالمقدمة، بندخل للفكرة الأولى، بنعمل ربط جميل مع الفكرة الثانية والثالثة وهكذا ونهاية الموضوع. ببساطة ما اختلف أبدا أبدا أي شيء بروح كتابة موضوع التعبير. هلأ حاليا النموذج الاسترشادي طرح بموضوع المقالة انه كان 40 صار 35 درجة، ممكن يرجع 40 ممكن يضل على 35 درجة، لكن ببساطة ما اختلف اي شيء بكتابة موضوع التعبير. لذلك منطمن طلابنا انه موضوع التعبير لازال كما هو. فالطالب الحمد لله اللي عنده ملكة كتابية او ابداعية لازم ينميها ويزيد فيها مشان ياخذ العلامه الكامله باذن الله. طيب استاذ، خلينا يعني بموضوع الاعراب او الاعرابات، كيف ممكن تجي الطالب اليوم حابب يعرف اكثر كيف حتكون الاسئله كونه هل حيكون مؤتمت؟ هل حيكون احنا سمعنا حتيجي 3 نماذج بالقاعه الوحده، هل هذا صحيح؟ صحيح، 3 نماذج عوامل وحتى 4 يعني. نعم صحيح. شو الفكره اليوم من موضوع الاتمته او من موضوع تنوع النماذج؟ موضوع تنوع النماذج هو كانت له فكره يعني رائده لمواكبه التعليم العالمي. يعني التعليم العالمي أو نمط التعليم العالمي الحديث هو عم يعتمد على النمط الأتمتي، فكانت فكرة الوزارة أنه نواكب العولمة ونواكب التطورات اللي يعني نشأت في الأكاديميات أو نظم التعليم العالمية. يعني هي الفكرة كانت من موضوع الأتمتي. أما بالنسبة لسؤال الإعراب بالأتمتي، هلأ هو في عنا نحن يعني إيجابيات وسلبيات. خلينا نحكي عن الإيجابيات، الطالب المقتدر إعرابيا ما حيلاقي مشكلة، فمثلا لو إجا فعل انتبه حيكون بخير الأتمتة، فعل ماض مبني على الفتحة، فعل ماض
مبني على السكون، فعل مضارع فعل امر، الطالب المتمكن ما عنده مشكله. على لانه بعض الناس قالوا انه ممكن يجي ما هو الاعراب الاقرب للصح. لا هلا لا. ممكن تصير هيك القصة؟ لا لا خلينا نطمن الناس اكثر. لا لا اكيد الاعراب حيكون دقيق وما في اي مشكله، لكن وين المشكله ممكن الطالب انه يقع فيها؟ قديما كنا بالمنهاج السابق اذا كتب اعراب واخطا مثلا باعراب الضمير تروح علامه جزئيه على اعراب الضمير. هلا حاليا ممكن يكون الخيار المؤتمت انه مثلا انتبه فعل ماض مثلا يعطيها، فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الياء، وها ممكن يكون الخيار في محل جر بالإضافة وخيار آخر في محل نصب مفعول به. هو لازم جزئيات يعني القصة اليوم جزئيات. ويمكن يعني الجزئية ممكن تلعب دور بهذا الموضوع يعني. لكن الطالب المتمكن إعرابيا ما عنده أي مشكلة بالنسبة لموضوع الأتمتة. طيب حتى نحن أنسي تفضل أنا أعطيك تفضل حتى نحن بالجامعات كنا نأتمت يعني كانت مادة النحو عندنا مؤتمتة يعني. طيب ممكن يكون في جوابين صح بقلب السؤال، ممكن هيك يكون في هذا النوع من الأسئلة مثل الفخ مثلا ولا لا ما في؟ هلا هو تماما هو كفخ ما في يعني ما ممكن يكون في أفخاخ لكن يعني قريبة يعني يمكن الطالب أن يميز بها. تماما طبعا نحن دائما يعني بنطلب من يعني القائمين على العملية التربوية يعني وضع الامتحانات يعني ما يكون فيه دائما يعني خيارات تشويش. متقاربة أو تشويش خصوصا أن الطالب ما معه الوقت الكافي ليفكر ويميز بين الخيار الأقرب إلى الصحة، فبإذنه تعالى حيكون الخيارات واضحة. طيب أستاذ نحن دائما نعرف أنه العلامة التامة باللغة العربية هي نسبية عند الطلاب وقليلة، خلينا نكون واقعيين أكثر اليوم، حتى الكادر التدريسي بعض ما كمان ما بده يروح لموضوع التعميم صار حلم اليوم للطالب، هل هذا الشيء صحيح أو غلط بموضوع الأتمتة؟ اولا هي العلامه التامه بماده اللغه العربيه بطبيعه الحال كانت صعبه يعني صعب احنا كنا نشوف مثلا انه ماده الرياضيات لنفترض يطلع عنا مثلا على مدار او على مستوى شهاده الجمهوريه العربيه السوريه 10000 طالب مثلا جابوا علامه تامه، بالعربي بيكونوا مثلا 500 طالب. هي بطبيعه الحال العلامه التامه باللغه العربيه هي اصعب قولا واحدا، دائما بتروح بالموضوع ما بيوصل صح لل هو دائما هو دائما المتهم يعني الموضوع التعبير بالنسبه للامور، لانه الطالب ممكن يغلط بهمزه فيروح له جزء علامه. تمام يعني هي بطبيعتها كانت صعبه. هلا شو اللي تغير؟ اللي تغير انه بالعكس الاتمته ممكن صارت يعني تخفف من صعوبتها، كان عندنا مثلا انه الطالب بالاجابات اللي بتعتمد اجابات البنيه الفكريه اللي بتعتمد على كتابه الطالب كان ممكن الطالب يعني بذهنه الفكره صح بس يعبر عنها بطريقه صيغة. بطريقه خلينا نقول يعني لا يعني لا تنال العلامه التامه يعني سواء بالموازنه ولا بالسؤال الاول الاستنتاجي او بالسؤال الثاني. حاليا هلا صار تجي سؤال واضح يعني جاوب اخذت العلامه الكامله. فالطالب الفاهم ما عاد عنده مشكله يقول لك انا اذا صغت هالعباره يا ترى كان يروح لي عليه علامه خلص هلا اجتك العلامه. يعني اليوم بنتوقع اليوم يكون في نسبه العلامات التامه اكثر او كونه انت حضرتك بمجال اللغه العربيه بما انه بقي الموضوع بقيت العلامه يعني اللي بتعتمد على كتابه الطالب هي موضوع التعبير. يعني اكيد اذا الطالب كان عنده قدره بكتابه موضوع التعبير صح بنال العلامه التامه يعني في يعني نحن كنا مصححين صححنا كثير بنماذج التربيه واعطينا الطلاب كثير علامات تامه بموضوع التعبير. فحاليا الامور اسهل شوي على لا اسهل اي منخف باذن الله يعني خلص حنخف على الطلاب. تمام استاذ طارق، يعني اكيد الطالب لحتى يحصل على العلامه الكامله او شبه الكامله لابد انه يكون في تحضير كثير كبير ومكثف اليوم من خلال الطلاب، خلينا نعطيهم نصائح اليوم كيف ممكن يدرسوا لماده اللغه العربيه لحتى يوصلوا للامتحان النهائي يكون عندهم مخزون معلومات كافي اليوم. طبعا انا بنصح طلابي اولا يعني يدرسوا الماده بطريقه فهميه، ما عاد بقي عندنا مجال للحفظ، الطالب يدرسها بطريقه فهميه ويطول باله عليها يعني هيك هي ماده حلوه ولذيذه يعني بيقدر الطالب يعني يتلذذ بجماليتها. والموضوع الثاني يعني انه يعطي اهميه لكل القصائد على حده، ما عاد بقي عندنا قصيده يعني مهمه وقصيده غير مهمه، ويتمرن على ضبط الوقت يعني حاليا الوقت صار عامل هام جدا بموضوع بالنموذج الامتحاني الاخير. فلازم الطالب يكون عنده يعني هو عم يتمرن يضع نموذج امتحاني ومنبه قدامه يعني تمام اعطينك نحن 40 حاله رعب يا لا هي حاله رعب يعني بس يعني ممكن هلا حاليا باذن الله حي يعني انا متاكد او متفائل انه حيكون في زياده لوقت الماده،
فلا يعني بس لازم الطالب يعني يعتمد انه كل سؤال يعطيه خلينا نقول دقيقه وشوي يعني ما عاد في مجال يصفن ابدا. طيب استاذ ذكرت حضرتك ان نماذج ونحن نرجع اليوم بمحور فقرتنا هي ان النموذج الجديد كونه نحن عم نحكي باواخر 2023، هل اليوم تم تدريب او تاهيل الكادر التصحيح كادر التدريس للتعامل مع هذا النموذج بشكل صح؟ هل تم تدريب الطلاب وكيف كانت النتائج بالفصل الاول؟ طبعا بالنسبه لنتائج الفصل الاول نحن ننتظرها، يعني هن وزاره التربيه يعني اعتقد بالوقت القريب رح تجينا النماذج اللي استلمتها وزاره التربيه وحنشوف النتائج. ما صححت حضرتك بماده اللغه العربيه اتمته؟ تمام، نحن ما صححنا لكن لانه التربيه حاليا هي اللي عم تصحح. الكادر انا لست من الكادر حاليا، لكن بالنسبة إلى تطوير تدريب الطلاب على النماذج المؤتمتة حاليا نحن بمدارسنا التي نعمل بها يعني في ورشة عمل شمولية من قبل كادر اللغة العربية على إعداد نماذج، يعني قمنا بإعداد أكثر من 5 نماذج حتى الآن لنعطيها لطلابنا تباعا، كل أسبوع تقريبا بدنا نعطي نموذج أو كل أسبوعين نموذج كي يصل الطالب إلى نهاية العام بإذن الله يعني متمرسا ومتمرنا على حل النماذج. تمام، يمكن حكينا كثير عن إيجابيات نماذج الأتمتة اليوم، في حال كانت النتائج إيجابية بالنهاية والطلاب حققوا نجاح من خلال هي الطريقة، ممكن نشوف هذا النموذج منتشر لباقي الصفوف للإعدادي، ممكن نشوف الأتمتة لهم؟ اعتقد انه وزاره التربيه قالت يعني انه الاتمته يعني حاليا في ماده اعتقد بالتاسع يمكن تتأتمت الاجتماعيات. يعني هو قرار نفذ ولا شك ان يعني السنه القادمه يعني انت برايك استاذ هذا الشيء ممكن يصير اليوم برايك كنموذج يعني خرج الطلاب التاسع مثلا يلجؤوا للاتمته ام لسه بكير لحتى نشوف يمكن ما تصير يمكن احنا حسب ما سمعنا صحيح في لسه كمان معلومات هلا الوزاره هي حتصرح بهذا الوزاره حتصرح نحن سمعنا يعني انه ممكن التاسع او على الاغلب يعني هيك فهمنا انه حتصير ماده يعني ما في علامه او ما في شهاده التاسع هيك فهمنا يعني انه انتقالي حيصير المرحله لكن لا شك انه وزاره التربيه ماضيه قدما في موضوع الاتمته للصفوف الانتقاليه ايضا. طيب استاذ دائما رهاب اليوم بيسبق الامتحان نحن عايشينه كلنا ومرقنا فيه وبتحس انت اليوم انت نسيت كل شيء بتقول انا نسيت انا ما ضل معلومات بذاكرتي يعني هي حاله عامه عند كل الطلاب ما مو حاله خاصه، يوم قبل بيوم كيف اليوم المفروض الطالب يهيئ نفسه وخاصه بموضوع اللغه العربيه؟ نحن بنعرف كانت ترسب من زمان يعني اجت اخر شيء الدورات التكميليه انقاذ لتعب الطالب كله يعني. اولا الرهاب موجود، اول شيء لازم الطالب يحارب هذا الرهاب، يعتبره انه امر طبيعي موجود بحياته، اي امتحان او اي عمل جديد نحن نقدم عليه دائما في عندنا رهاب يكون قبل بيوم، فالطالب باذن الله لازم يتعامل مع الرهاب على انه حاله طبيعيه وليست حاله يعني مرضيه. موضوع اللغه العربيه قبل بيوم الطالب يدرس الماده يعني باريحيه بابتسامه يعطيها من وقتها الجمالي وينام بكير ويعتمد دائما على انه هي نصيحتي للطلاب انه الاجابه اللي تلمح بذهنك اول وحده غالبا هي الاصح. قلبك هيك بالهفله يعني اذا ما عقلك الهفله خلي قلبك الهفله باذن الله بتكون. ما كنا نخاف كنا نشوف بمنامنا الاسئله قبل بساعه شو بده يجي. ياما في طلاب قالوا شفنا وطلعنا كمان وطلعتنا صح، ما بعرف اذا هالشيء صح يعني ما حصل معي، انا تمنيت شيء مره بالامتحان تطلع لي هيك، يبدو انه منامي ما صدق. ان شاء الله استاذ هيك امنياتك تتحقق بالايام القادمه ويكون هيك هذا النموذج خير على طلابنا وعلى بلدنا وعلى رفع المستوى التعليمي في سوريا. شكرا لحضورك اليوم، ما بدنا نوصيك بالطلاب اليوم كونه اول هي السنه اول سنه تجريبيه فاجباري حيكون في تقديم بعض التسهيلات من المختصين باللغه العربيه. شكرا انا سررت بلقائكم، ان شاء الله باذن الله سنه خير على الشعب العربي السوري وعلى طلابنا وباذن الله تكون الاتمته فاتحه خير لدراستهم المستقبليه. اكيد بالختام الاستاذ طارق الحموري بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات المهمه يلي قدمتها واكيد كل الاهالي اللي تابعونا ان شاء الله يكونوا استفادوا من كلام حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك يا استاذ.
مشاهدينا مكملين معكم ولا وين هلا يا رشا؟ اكيد مثل ما قلنا بمقدمه صباحنا لليوم، كونه نحن مرقنا بليله كانت صعبه نوعا ما، يمكن صوت الهواء دائما الناس بتخاف منه، فاكيد مثل ما تعودنا كل نهار سبت نروح للاستاذ حسان الجردي المتنبئ الجوي لنعرف اكثر كيف حيكون طقسنا هذا الاسبوع، هل حيستمر هذا المنخفض او حينحسر اليوم؟ اكيد هاي المعلومات رح نسمعها سوا عبر اتصال. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا. صباح الخير استاذ، يا ريت هيك تحطنا بصوره الوضع العام بالاحوال الجويه، كيف حتكون ضمن هذا الاسبوع؟ شكرا عينك، يسعد صباحك اكيد لك بالنسبه للاخبار السوريه، بشكل عام نحن عم نتاثر بمنخفض جوي، ذروه هذا المنخفض كانت ليله امبارح وتستمر لليوم خلال ساعات النهار، كان في هطولات ثلجيه وهطولات مطريه، الهطولات الثلجيه التراكميه كانت على المناطق اللي بتزيد ارتفاعها عن ال 1200 متر، فرغم لغيت سماكه الثلج بعرض 8 سنتيمتر بترايق 4 سنتيمتر، المناطق اللي ارتفاعها اقل من 1200 متر كان فيها هطولات ثلجيه تراكميه، كان في هطولات ثلجيه بالمرتفعات الساحليه تقريبا بين ال 1000 لل 1100 متر، هطولات مطريه كانت متميزه، اكبر كميه هطول كانت بالساحل السوري بمحافظه اللاذقيه بقرية الشلنامة 78 ملم، بمركز المحافظة بالعدقية 9 ملم، بالقرداحة 49، بمطار الشهيد باسل الأسد الدولي 26، بالقتالبية 24 ملم، بصافيتا كانت الهطول 28 ملم، بطرطوس 9 ملم، أكبر كمية هطول بمحافظة طرطوس 41 ملم، بستان الحمام ببانياس 27 ملم، بالعاصمة دمشق هطولها كان 4.5 ملم، بالقنيطرة 29 ملم، السويداء 23 ملم، بدرعة 29 ملم. بالمناطق الشماليه حلب 10، اديب 5، بالرقه 4، بجرابلس 10، المنطقه الوسطى 5 18، بالسلميه 11، بخمه 9، هطولات كانت عامه وشامله لاغلب المناطق، بالمنخفض الجوي اللي عم يتاثر فيه والمسبب بكافه طبقات الجو والمرتفع بالكتله الهوائيه شديده البروده والرطبه منشاها طبي بيستمر معنا لليوم، ذروته بتضل معنا حتى ساعات بعد الظهر تقريبا والمساء، بيؤدي الى هطولات مطريه، الاجواء بشكل عام بتكون غائمه الى غائمه ماطره احيانا فوق اغلب المناطق، البطولات بتكون غزيره مصطبه بالعواصف الرعديه وحبات برد خاصه بالمناطق الساحليه والشماليه الغربيه، اليوم خلال ساعات الصباح الباكر كان في عاصفه مطريه وعاصفه برد بالمنطقه الساحليه، البطولات كانت متميزه استمرت تقريبا لمده 15 دقيقه كانت مترافقه بالعواصف الرعديه، بشكل عام البطولات الثلجيه متوقع اليوم بالمناطق اللي بيكون ارتفاعها بحدود بين 1100 ل 1200 متر الهطل الثلجي التراكمي، اما المناطق اللي بدي اقل من ذلك بيكون هطل ثلجي غير تراكمي او هطل ممزوج بالثلج، بشكل عام اليوم في انخفاض على درجات الحراره، الحراره حتكون ادنى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئويه باغلب المناطق، والاجواء خلال ساعات الليل عم تكون اجواء شديده البروده مع حدوث صقيع بالمرتفعات الجبليه وتشكل ضباب في بعض المناطق الداخليه والرياح غربيه الى شماليه غربيه، معتدله السرعه مع هبات نشطه تتجاوز سرعه الهبات 75 كيلومتر بالساعه، يمكن تنخفض سرعه الهبات ل 70 كيلومتر بالساعه خلال ساعات بعض الظهر والمساء تحديدا بالمناطق الجنوبيه الشرقيه والبحر، متوسط الى عالي ارتفاع الموج ببعض الاحيان، هلا خلال ساعات بعض الظهر والمساء بيكون عندنا ساعات انفراج واستقطاع شبه جزئي باغلب المناطق، وبيستمر معنا تقريبا لبكره الظهر هذا الاستقرار الشبه الجزئي، اجواء شبه مستقره ولكن الاجواء البارده بس الموقف لترجع الحاله الجويه تتجدد من جديد مع منخفض جوي جديد ايضا مترافق بكتله هوائيه قطبيه المنشا ببلش من خلال ساعات بعض الظهر بالساحل السوري لنهار بكره، وخلال ساعات المساء بتكون الفرصه جيده لهطولات مطريه تمتد خلال ساعات الليل وصباح يوم الاثنين القادم باذن الله الى اغلب المناطق، والهطولات الثلجيه بتكون باذن الله بالمناطق اللي بتزيد ارتفاعها عن ال 1000 متر، اما دون ذلك بتكون هطولات ممزوجه بالثلج بيستمر معنا حتى يوم الثلاثاء، بشكل عام هذا الاسبوع اسبوع غير مستقر، اجواء من المطر وهطولات ثلجيه، اجواء شديده البروده بمعظم المناطق، رصدتها من المرتفعات الجبليه تشكل جليد وضباب، يعني اسبوع شتوي بامتياز، تختلف الايام الاخيره من ربعانيه الشتاء عن بدايتها، رح تكون اسبوع مليء بالهطولات باذن الله تعالى. نعم استاذ حسان الجردي، مثل ما فهمنا من حضرتك حيكون اسبوع غير مستقر يا هايدي البسطي، مطر وثلج على المرتفعات، ودائما بنقول هيك بردا وسلاما، والله يبعث الخير دائما. نحن مستمرين بباقي فقراتنا الصباحيه ووصلنا للفقره القانونيه، ورح نحكي عن موضوع جدا شائع وهو بيوع العقارات، كان البيوت او كان العقارات التجاريه، ولكن بحكم محكمه
الحكومي، احيانا هذا العقار بيكون هو مسجل وطاب واخضر، ورغم هيك بيلجا الاشخاص لاخذ حكم محكمه فيه، وهذا الشيء مثل ما فهمنا هايدي او سمعنا انه كرمال يتهربوا من وضع نصف المبلغ في البنك، مثل ما بيقولوا انه في صعوبه باسترداده، عم ياخذ اكثر من شهر او اكم مده طويله، ودائما يمكن هذا التهرب يخليهم يوقعوا بضحايا للنصب والاحتيال، ويبتعدوا شوي عن القوانين والتشريعات اللي سنى القانون اصلا لحمايه هذا المواطن. اكيد دارش، يعني من اهم واصعب الامور مثل ما ذكرتي هي بيع او شراء العقار او حتى الاستئجار، اليوم لابد انه يكون عندنا وعي اكثر كيف نتصرف، نعرف اذا العقار عليه اشاره، في اشكاليه معينه كرمال ما نوقع ضحيه الاحتيال والنصب. طبعا تفاصيل كثيره كبيره اليوم موجوده بالقانون السوري، رح نتعرف عليها سوا مع ضيفنا يلي صار ضمن الاستوديو المحامي احمد السيطري. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير استاذ، واهلا وسهلا بحضرتك. يعني دائما احنا بننوه عن هذا الموضوع ضمن صباحنا غير، واساس كثير بيكونوا ضيوفنا وبنرجع بنركز عليه، وبرغم هذا الشيء بنرجع بنسمع بضحايا كثير راحوا ضمن هذا المجال. خلينا نحكي بالتشريعات بالقوانين اللي نحن بتخلينا دائما ضامنين حقنا بمجال البيع والشراء. نعم، نحن بشكل عام البيع شو هو؟ عباره عن عقد يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكيه الشيء للمشتري، سواء عقار مثل ما تفضلتي او فروضيه او ارض شو المكان، للمشتري مقابل قبض كامل الثمن. مثل ما تفضلتي انه الاشكاليات اللي عم تصير فيها، وحكيتي انه عن الضريبه رجعوا لقرار محكمه مش عن مصرف وغيره. نحن وقت عم نشتري عقار المفروض قبل كل شيء بننصح، واخو زملائنا بنصحوا كثير انه يلجا لمحامي. محامي بيكون عنده خبره، عنده المام بالبيوع العقاريه او بالتنظيم العقد. العقود بدنا نحكي على العقود المطبوعه واللي عم تنباع بالمكاتب. هاي شو عم تضمن؟ عم تضمن البائع المشتري. يا ترى فيها مقدمه لنعرف شو ملكيته البائع؟ مبلغ فيها مقدمه. بائع فلان، المشتري فلان، فريق اول فريق ثاني خاطر بس. شاهد اول بالضبط، برافو. هون نحن بدنا عم نحط المقدمه كمحامي بحق دائما وابدا مقدمه العقار. مقدمة بتتضمن انه الفريق الاول يملك، شو يملك؟ اسهم، اثنين، كامل العقار، نص العقار. شغلة ثانية، شو صفته؟ صفته وصي، صفته وكيل، صفته مالك، صفته من احد الورثة. مع كل اسف عم تنباع بيوت كاملة بيكون شخص قاعد جوا هو من احد الورثة. عم يجي يقول فريق اول فريق ثاني العقود هاي اللي عم نحكي عليها ونوي عنها بدون مقدمة، عم يقول انا بعتك كل ما املك، بعتك كل ما املك، شو تهيئ للمشتري انه كامل البيت بلاقيه كبير وحلو البيت وناسبه ويسهم بجزء او جزء، بيكون هو الجزء بملك كل ما املك جزء، معناتها اذا هو من احد الورثه ممكن يكون احد الشركاء بس قاعد هو بقلب البيت، كل ما املك لقى مبلغ حصته هي الحقيقيه مثلا. نعم. بتكون 10 مليون، كل ما املك باعوا يا البيت تبع قديش 200 مليون 300 مليون بدون ما يرجع لمحامي، يرجع للارشيف تبع البيت، القيود الاساسيه تبع البيت، سواء كاتب عدد سواء سجل عقاري، بيرجع للسجل العقاري، السجل العقاري عم يقول لك تعال شو بدك، بيطلع على السجل العقاري بياخذ مواصفات البيت، المالك البائع هل له اسم بصفته وصي، بصفته مالك، بصفته مثل ما حكينا انه وكيل، اذا صفته وكيل نرجع هي حكينا اول شيء انه اذا كان مالك، مالك شوف كم سهم يمسح البيت كليته، بالطابه موجود مساحه البيت، موقعه شو نوعه ومين المالك فيه. بعدين اليوم في تسهيلات كثير، بيان عقاري بيقدر يكشف كل شيء، لا سيما انه الاجتهاد عليه. مو الاجتهاد بالاحرى، يعني الطريقه اللي سووها انه الاتمته يعني خففوا النوع، اذا حدا عم يزون اول كان كتابه الناس تضيف، يرجع هو للطابو بيعطي طابو شو مواصفات البيت ومين البائع وشو له صفه، الوكاله عم يبيعوا بوكاله، طيب يرجع نحن وكاله عم تكون قديمه، ممكن كمان اخراج قيد عقاري قديم عم يبيع بموجبه انا مالك، هو ممكن يكون باع البيت ورجع استاجره، عم يجي ورجيه اخراج قيد عقاري قديم، البيت حقه في بيوت مليار مليارين، قال له هي اخراج قيد عقاري اشوف انا مالك، وانما اخراج قيد عقاري مفروض انه يجيب اخراج قيد عقاري بتاريخ جديد، تاريخ جديد معناته بين شو مواصفات العقار ومين المالك واذا عليه اشارات. نرجع للضريبه، وقت الضريبه عم تندفع مثل ما تفضلتي اول الحديث، كلام سليم وحلو، وهذا اللي عم يصير فعلا، انه عم ياخذوا قرار محكمه، عم ياخذوا مشان ما يحطوا مصاري بالمصرف. طيب احنا اخذنا قرار محكمه ودفعنا مصاري بالمصرف مشان يوفر او مشان الوقت اللي بده انه يسحبه يسترده من المصرف. طيب اخذت قرار محكمه وخلصت،
روح لحتى تفرغه، شو بده يصير؟ بده موافقة أمنية. ممكن أنا البائع ما يكون عليه، ما يطلع له موافقة أمنية، صحيح، معناته تضرر، ما يطلع له موافقة أمنية، حتى بدك تفرغه الطريق الإداري، بدك تعمل براءة ذمة. إذا عملت براءة ذمة شو بيطلع على المالك؟ بيطلع عليه حجوزات، شغلات تانية في عليه ضرائب بده يدفعها. ممكن المبلغ اللي دفعته واشتريت فيه العقار اللي نفترض مثلا 500 مليون يطلع المالك باعه بقرار محكمة ليتهرب من الضرائب التانية. نعم. بروح بياخذ قرار محكمة، بروح بحطه بالتنفيذ، بيحوله على الطابة حتى يفرغه. الطابة بيقول له بدك تعمل براءة ذمة، رجعنا للصفر. يمشي بطريقة إدارية لحتى يفرغ، بيباين معه إنه المالك هل هو يحسن النية، هل عليه إشكاليات، هل عليه ضرائب. الضرائب مرات تكون عليه أكثر من حق البيت اللي أنت دفعته. نعم. طب وما بيفرغ لك، بيقول لك بدي بري ذمة لهذا اللي أنت اشتريت منه، معناته بتحمل ذنبك. معناته الأكوس شو صار والأفضل؟ لا، يحط رصيد المصرف، يمشي بشكل إداري، بيفرغ، بيعمل براءة ذمة للبائع، بيبين أي إشكاليات عليه، لا سيما إذا كان وافق الأمين. تمام استاذ. اليوم في حال كان وجود اشاره، نحن اليوم لوين بنلجأ او شو هي الطريقه الصحيحه اليوم لحتى نتصرف في حال وجود الاشاره؟ في حال وجود اشاره على العقار مثل ما حكينا، راح لعند المحامي وعمل اخراج قيد عقاري، طلعنا لقينا في اشاره. في اشاره مثلا ازاله شيوع حسب نوع الاشاره المحطوطه. في اشاره مثلا على طريق التنفيذ لمصلحه احدهم، احد الاشخاص له مصاري عليه حط اشاره لا حول سنه التنفيذي. في إشارة مثلا تثبيت بيع، ممكن البائع اللي باع العقار طلعنا اخراج قيد عقاري، بالاحرى بده يبيع العقار، يجي للشاري يعمل اخراج قيد عقاري، بيلاقي دعوه، ممكن تلاقي دعوه اشاره بيع. من حيثيات الدعوه والاصول وهي الزامي انه الواحد بده يرفع دعوه تثبيت بيع، بده يحط اشاره على الدعوه تبع تثبيت البيع على صحيفه العقار. حطينا اشاره على صحيفه العقار، معناتها في منازعه على العقار، منوه له، بين له للشاري انه هاي في اشاره محطوطه، اشاره مشان الدعوه تثبيت البيع. في قبل هو يفرغ بالطريق الاداري غض النظر عن هاي الاشاره، وقت عم يفرغ بالطاقه شو عم يطلع؟ شو عم شلون عم يفرغ؟ عم يفرغ عم يكتب ويصرح عن نفسه مع علمي وقبولي بالاشارات. معناتها هذا الحق اللي انت عم تشتريه ممكن في نزاع عليه. بالنسبه للدعوه المقامه والاشاره المحطوطه مثل ما تفضلتي، هاي اخذت الاشاره حدا، اخذ قرار محكمه واضع الاشاره، معناتها انت سفيت برا. تمام. فيما بعد بيخليك، معناتها راح كل شيء عليه. حتى في ناس بتتصرف هيك استاذ، يعني بتلجأ لهذا التصرف رغم وجود في ناس يعني ما عندها الاحرى انه مشان ما يراجع محامي، مشان ما يحط مصاري، عم يوفر على حاله، يا بيروح على بالضبط بيحط شيء بسيط. يعني المحامي شو عم يشتري له؟ عم يدفع له حق البيت، عم ياخذ شيء بسيط. احيانا بيكون في اكثر من اشاره على العقار الواحد، ونحن بنعرف قانونيا انه صاحب الاشاره الاولى هو الاقوى قانونيا بحال تثبيت البيوع. برافو. واشاره ملزمه، وعدم وجود هي الاشاره ترد الدعوه شكلا. نعم. ليش؟ لانه ملزمه في دعوه ازاله شيوع. واحد عم يفوت على العقار عم يشتري حصه، عم يقول له 1200 سهم مثلا انا مالك، لنفترض حقيقه قال له انه انا مالك 1200 سهم وهذا العقار 1200 سهم وفي عقار جاري كمان 1200 سهم شاري، بتطلع هيك على الصحيفه العقاريه فعلا موجود هالشيء. بس في انه ازاله دعوه ازاله شيوع، وعلى فرض انه للمستقبل كمان اخ اشترى ازاله الشيوع، ممكن يحسن ببيته ويأمن انه خلاص انا هذا بيتي واستقريت فيه، الطرف الاخر المالك الجزء الثاني ممكن يرفع دعوه على ازاله الشيوع. هاي ازاله الشيوع اذا ما كان في تخاصص بين الطرفين، اذا في حال بيت كان مقسوم، معناتها كل طرف بحق له يرفع دعوه ازاله الشيوع. تمام. خلينا نحكي شو هي اجراءات عمليه نقل الملكيه للعقار. نقل الملكيه للعقار وبالسليم، رايي الشخصي انه يقدموا على موافقه امنيه، اللي هي اهم شيء. قدموا على الموافقه الامنيه، اجت الموافقه الامنيه هون ممكن يكتب عقد مرتاح الشاري، ونعرف بنفس الوقت بده يكون باحث بملكية المالك البائع، ملكيته هي قانونية هي سليمة، بيقدم موافقة أمنية. إجت الموافقة الأمنية هون أنا برأيي أنه هون بينكتب عقد، بيندفع رعبون وبتمشي بالإجراءات. بس الإجراءات هون يعني ما بتتجاوز أسبوع 10 أيام بين براءة الذمة. إجت الموافقة الأمنية، عملنا براءة الذمة، حطينا نص المبلغ بالمصرف، المصرف خلال فترة بده ياخذون على أقساط، ما اختلفنا بس تكون ضمنت حقك من المصرف. أمنت؟ ضمنت حقك بالبيع أنه صار نظامي، في موافقة أمنية بحيث أنه إذا كان سواء قرار محكمي سواء فراغ إداري، أمنت أنه البيت فيما بعد بينفرغ باسمك بالطابق الأصولي. نفس الوقت عملنا براءة الذمة لحتى نفرغ هذا العقار المبيع، شو في عليه حجوزات، شو في عليه شغلات للبائع
إجباري بده يدفعها. هو من ضمن العقد بنحطن إنه في حال وجود أي طرائب هو بيتحمل براءة الذمة للعقار المبيع بيتحمل البائع. معناته صار هو بر الأمان الشاري، ما ضل في خوف عليه، محمي من القانون والإجراءات بهالطريقة. موافقة الأمنية براءة الذمة بحد ذاتها، هي ما أخذنا القرار محكمي، لو قرار محكمي أخذتي حكم باسمك، ما فيك تروح تعملي براءة ذمة لتخلصي قرار المحكمة، تحولي على الطابو من على طريق إدارة التنفيذ لحتى ينزل يفرغ. ما هون بدك تمشي براءة ذمة، رجعتي إلى الطريق الإداري، الطريق الإداري بضل هو أقوى شيء. طيب خلينا نروح ونسمع من الحالات كتير شائعة بعد ما ينكتب العقد المبدئي بين الشخصين البائع والمشتري، بيصير يعني خلل أو حدا منهم بيقول لك أنا ما عاد بدي أشتري أو ما عاد بدي بيع يعني. نعم. هون مين بيتحمل المسؤولية، وهل في ضريبة على أحد الأشخاص منهم الرعبون الأول مثل ما بنقول هيك بالعامية؟ تمام، هاي بتصير إنه على حسب المبلغ المتبقي. نحنا نفضل إنه الفترة تكون وجيزة، ما يعني بيقول له مثلا بعد شهرين ثلاثة بعد أربعة شهور بصير تقصير بالدفع. هون للمالك بحق له أنه ما يسلم البيت. ما بفضل أنه يسلم البيت إلا يكون متلازم مع دفع كامل الثمن، إلا إذا كان في مبلغ بسيط وماشيين بطريق المعاملة الفراغ، هون ما يمنع أنه يسلموا البيت، وإنما ممكن يلجأ للقضاء، بس بحيث يفضل أنه يبعث له إنذار أنه أنت باقي عليك مبلغ لحتى أفرغ لك مبلغ هالقد. هون بيرجع لرأي القاضي، القاضي ممكن يعطيه مهلة وجيزة أنه سدد هالمبلغ. هو ما سدد المبلغ قرأ قولا واحدا مصير فسخ بيع، ترفع دعوة اسمها فسخ بيع سواء المشتري أو البائع. بس ليش عملون إحنا فترة وجيزة؟ فترة وجيزة لأنه عم يجي واحد زبون، عم يجي باع البيت المالك، عم يجي واحد تاني يدفع له أكتر، عم يصير فيه طمع جشع. وهي الحالة هاي شو بصير؟ بصير اثنين بصير معارضة بيناتهم، أنه أنا ما بدي بيعك، الثاني صار بده يزود له عاد فترة الوجيزة تقصر هالموضوع هذا كليته على يعني فترة قريبة، بصير فرق واستلام وتسليم بيكون أفضل بأسرع وقت. ليش؟ خصوصي إذا كان بيقول لأخي الفرق المصاري معي، هذا كمان بيلعب دور كبير. عشان هيك نحن بنأكد واحد معه سيولة على قد مصريات الخلص بيشتري يرتفعوا على فترة وجيزة مباشرة طريق إداري 10 أسبوع 10 أيام لازم يكون فارغ. تمام، خلينا هيك بالختام نعطي نصائح اليوم للبائع والمشتري حول أي أمور ممكن نلجأ إلها بخصوص العقارات. البائع والنصائح بشكل عام، نتأكد من هوية البائع، نتأكد من صحيفة العقار وموقعه والاتجاه، لأنه كثير ناس بتنخدع بيقول له أخي هذا قبلي، بيطلع هو مو قبلي. يتأكد من رقم العقار، المالك شو مالك وصفته شو هو مالك. نقطة ثانية إنه ممكن إنه بس لو أخذنا وقت صغير طبعا. إنه في عنا قرارات محكمة متضمنة عقد، قرار محكمة متضمن تثبيت صحة توقيع عقد أو صحة وصمة، هذا حرام ما بصير، هذا مثابة عقد أنا بالنسبة لي يعتبر. نعم. لأنه لازم يكون فحوى القرار تثبيت بيع وليس تثبيت صحة عقد، لأنه هذا ما دخل بالموضوع، ما تملك البائع الشاري، ما تملك بتقول القرار تبع تثبيت صحة توقيع عقد. وهذا يعني مثل دائما احنا بنقول، بس السؤال الاخير وباختصار شديد باجابه كثير بسيطه، اليوم حكم المحكمه في حال تم الحصول على الموافقه الامنيه، هل بيحمي العقار والشخص او لا؟ الموافقه الامنيه هي الافضل للطرفين. قرار المحكمه اللي بده يروح لحتى ينفذه، في موافقه امنيه معناتها بامكانه يفرغه، وهون بيكون تهرب من موضوع المصرف والودائع. هي ما في شك، هي يعني ما فينا نقول انه تهرب، ممكن انه يكون في منازعه بيناتهم. مو كل شيء قرارات بدنا ناخذها انه مشان ما يحطوا بالبصرف معناتها في خصومه. ممكن ناس حقيقه انه انا رفضت انه افرغ لفلان، ممكن الجا انا يعمل عقد بالنسبه للعقد، يعمل عليه تسويق ويبرز امام القضاء وياخذ حكم. أكيد بالختام معلومات قانونية جدا مهمة، بنتشكرك كثير المحامي أحمد السيطري، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. شكرا أستاذ لحضورك، يومك حلو، شكرا لحضرتك. أما نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وحنروح ضمن تقرير لحلب وبالتعاون مع الجمعية السورية لمرضى السرطان، كرم برنامج الحساب الذهني بحلب المتدربين الذين حققوا مراكز متقدمة في المسابقة العالمية الخامسة للحساب الذهني والتي أقيمت مؤخرا في المملكة العربية السعودية. حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير، وأكيد هذه المسابقة كانت عبر الإنترنت.
بالتعاون مع الجمعية السورية لمرضى السرطان، كرم برنامج الحساب الذهني بحلب المتدربين الذين حققوا مراكز متقدمة في المسابقة العالمية الخامسة للحساب الذهني، بينهم عدد من أطفال مرضى السرطان، والتي أقيمت مؤخرا في المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت. ساعدتهم كثير في حياتهم الدراسية والاجتماعية، وحبينا بشكل كثير كبير، وفي منهم المراتب الأولى، وفي منهم أبطال يعني في منهم على العالم. فهذا شيء كتير مهم، أنه طبعاً أكيد كل مؤسسة أو كل جمعية اللي إلها هدف وعمل الإنساني في المجتمع المحلي، أنه لما بتشتغل على هذا الشيء بتغذي أطفالها أو مستفيدين، فهذا كتير بيساعد العمل الأهلي والمجتمع. تكريم 160 طفل وطفلة أعمارهم بين 4 و 15 سنة، هن أطفال حساب ذهني من كل حلب. هدول كمان مو بس جمعوا طرح، هن جمعوا طرح ضربوا قسمة من كل المستويات. فعليا هي كانت خطوة جدا رائعة وإنجاز كتير كبير، عم يضيف الطفل لنهج حياته، إنه هو عم يقدر يشارك بتجارب جديدة. الأطفال المشاركون أدوا على خشبة مسرح نقابة الفنانين بالمدينة فقرات فنية ومسابقات للحساب الذهني وألعاب الروبيك. أنا أول ما بلش حساب ذهني تغيرت حياتي كتير، خصوصا صرت أشطر بالمدرسة، خصوصا بالرياضيات، لأنه صرت أحل معادلات صعبة بوقت كتير قصير. الحساب الذهني كتير بقويني بالرياضيات وبالمسائل الحسابية، وأنا بنصح كل رفقاتي بسجلوا بالمواد بحساب الذهني. ليش فتنا الحساب الذهني واليوم هذا التكريم فعلا رح يقوينا لحتى نتابع مسيرة هذا العلم اللي هو بيقوينا بموادنا العلمية؟ هو شي راح استاذ خذ راحتك، يلا روح احكي لبنتك. استاذ ما خطش دقل وشو بساعدك حساب الذهني؟ استاذ بالرياضيات بالرياضيات العمليات الحسابية. الحساب الذهني كثير حلو وبدعي كل رفقاتي انه ينتسبوا له. يلا انه اولي ذهني وخلاني اقوى بالرياضيات، حساب الرياضيات خلاني أقويك بالحساب ساوي يعني أحسب. هذه الفعالية أتت بمشاركة جمعيات المجتمع المحلي التي تسعى دائما لتقديم الدعم المادي والنفسي والمعنوي للأطفال المرضى ولذويهم، ما يشكل أهم عوامل النجاح في مواجهة مرض السرطان والانتصار عليه. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا الرياضية. ومثل ما بيقولوا انه اجسام الصيف تصنع في الشتاء، لهيك اليوم عنا انواع رياضات كتيرة بتناسب كل الفئات العمرية، واكيد يلي حابب ينزل وزنه هو قادر، واكيد يلي حابب يروح عن الضغوط النفسية اللي بحياته فهو كمان قادر. لكن لما نقول اليوم زومبا فنحن عم نحكي يا رشا عن اغاني، عن رقص، عن طاقة. بس حبيتها هي رجعتيها انه دائما الشتوي بتخبي تحت الجاكيت هيك، فنحن بنروح للتجهيز للصيف. انا مجهز قبل بيوم بدك قله بروه كمان بالشتويه بنقضيها اكل، واختي الجسم بيطلب، مو هيك بيقولوا لنا الجسم بيطلب. طيب اليوم عم نحكي عن رياضه بتشمل مو بس تحريك الجسم وانزال الوزن وشد الجسم، ايضا هي لها تاثير على الحاله النفسيه وبتعطي الجسم الطاقه. خلينا نقول هيك بتفرح بتفاجئ، بتحسي انه انت عم رد عم تعملي شيء حلو، بتفرفش قولة حلا يعني. خلينا نروح فورا. جربتها؟ اي طبعا حلو. انا نص كوتش بالله. طيب خلينا نروح لضيفتنا اليوم المختصه برياضه الزومبا، وهي مدربه رياضيه، سنابل سلمان. يسعد صباحك يا سنابل، كيفك؟ نور تمام. يسعد صباحك يا سنابل، اهلا وسهلا فيكي. يعني مثل ما ذكرنا نحن مجربين اليوم هذا النوع من الرياضه، ولكن حابين نعرف كل المشاهدين اكثر عن هي الرياضه بشكل عام، شو هي؟ هلا رياضة الزومبا هي برنامج لياقة بدنية كولومبي الأصل، أول ما ظهر بمدينة اسمها مدينة كالي بأولومبيا بكولومبيا عفوا. هو المدرب تبعها ألبرتو بيريز هو اللي أول مين أنشأ لهي الرياضة واكتشفها. هي بتعتمد دمج حركات، هي أكثر شيء بيكون فيها حركات رقص لاتيني مثل السالسا، الميرينجي وغيرهم من الرقصات، بيصير فيها دمج بين الحركات. وهلا عم يندمج معها
تمارين الايروبيك عم تصير جمله حركيه كامله بتكون بين حركات سريعه وحركات بطيئه، تمارين منخفضه الشده، متوسطه الشده، ومرتفعه الشده. هي كمان انواعها كثيره، يعني هلا هي احلى شيء فيها المتعه الموسيقية اللي بتكون بتصاحب هي الحركات. هي انواع متعدده، عم تكون زومبا لياقه اللي بتعتمد على اللياقه البدنيه العاديه مع الحركات التقليديه، عم تكون زومبا ذهبيه اللي هي زومبا للعمر الذهبي اللي هن كبار بالسن كمان عم يكون في ممارسه منهم، زومبا الاطفال، الزومبا المائيه اللي هي احلى شيء بتكون ضمن احواض مائيه، بيكون المتدرب نص الجسم عنده مغمور بالمي وبيكون في تمرين له بالزومبا. زومبا الاطفال، يعني هلا هي الزومبا صارت لكل الاشخاص، صغار كبار كلهم مختلف الاعمار طبعا مع اختلاف الاهداف بين كل عمر والثاني. في زومبا النحت يلي هي بتعتمد مثلا على نحت مناطق معينه، زومبا الخطوات اللي بتعتمد عنا على حركات القدمين، حركات الخصر، تقويه لهم مع حركات الذراعين. خلينا نروح سنابل نحكي اكثر عن هل هي لها حركات محدده، يعني بعيدا عن الايروبيك اللي نحن كثير بنعرفه كرمال توصلي للنتيجه اللي انت عم تشتغلي عليها؟ هلا هي حركات الاساسيه عم تتاخذ من حركات الرقص اللاتيني، هي بالاساس الاصل تبعه وحركات الرقص العالميه الموجوده، بس هلا مشان يكون في تنوع اكثر عم تندمج مع الايروبيك بتصير كجمله حركيه مميزه اكثر، والشخص هو عم بيمارسها ما بيحس باي تعب، بيستفيد اكثر يمكن، وبيستفيد اكثر يعني مع اكيد مع انا بس اهم شيء حافظ على الشده بين يكون مرتفع متوسط منخفض، حافظ على الاحماء بدايه التمرين يكون منيح. اكيد هي في حركات كثير متعدده ومتنوعه، لكن المهم دائما يكون في تنويع لحتى المتدرب ما يمل، يعني دائما يكون في تمرين ضمن التمرين تنوع بالحركات. كمان بيصير في اسئله عنها انه هل هي ممكن تستهدف عضله محدده بالجسم ام لا ممكن مجموعه عضلات؟ خلينا نوضح. تمام، هلا الزومبا بتستهدف كل شيء، بتستهدف الحاله حتى الذهنيه عند المتدرب وبتستهدف الحركات الجسم. هلا هي عم يكون في كونه انت وقت بيكون في عندك تمرين زومبا ضمن ايقاع موسيقي، انت كل ايقاع بيكون في له عدات محدده، مثلا ممكن تكون بين 6 عدات 8 عدات، هي بيكون عنده تاثير على الذهن، الحاله الذهنيه، على التركيز. هلا هي عم تكون في العضلات المستهدفه، عضلات الذراعين، عضلات القدمين، الخصر عندنا عم يكون في تاثير كمان عند عضله القلب، بيكون رفع كفاءه عمل القلب، جهاز التنفسي كمان بيكون في له رفع فيه، يعني هي على كل شيء بتأثر، يعني هي ما في انه مثلا بس عضله محدده لا، واهم شيء التركيز، هي كثير بتساعد على التركيز ضمن التمرين. اكيد الحركات اللي بدك تعمليها انت بدك تركزي هلا هون هذا المقطع بدي اتغير انا الحركه هون، يعني كل وحده بيكون فيها تركيز كمان، يعني هي عم تلعب على كل شيء، كل الاعضاء تبع الجسم. حلو، طيب خلينا نحكي اليوم بنظرتك التدريبيه الرياضيه، انت اليوم كوتش، ففي شيء بيميز هي الرياضه بالنسبه لحضرتك وبشكل عام هي شو اكثر شيء بيميزها عن باقي الرياضات؟ هلا في لك بيميزها بشكل عام وإلي انا بشكل خاص من خلال تجاربي اللي شفتها. بشكل عام هي احلى شيء فيها اللي بيميزها انه ما في ملل، طول ما في صوت عالي واغاني ومثلا المتدربين مبسوطين ما بتحسي باي ملل، هي اول شيء، و كثير بتخفف من الكآبة، الحالة النفسية بتلعب فيها كثير بطريقة حلوة. بس بشكل خاص يلي شفته أنا مع المتدربين كان في كثير سيدات أو أشخاص هن ما عندهم تقبل لذاتهم عند المراية، أنت وقت بدها تتمرن السيدة ما عندها تقبل إنه هي تشوف جسمها على المراية، يعني هي كانت أبشر شيء، إنه مثلاً يعني لا غير إنه مثلاً أنا ما بدي أتمرن والمراية بالي ما بدي أشوف حالي أنا وعم بعمل الحركة، درس ورا درس صار في عندها تقبل للذات، زادت الثقة بنفسها، هي كانت أحلى ميزة أنا شفتها من خلال المتدربات. يعني هي إنه موضوع الثقة بيرتفع عند السيدة، إنه خلص أنا صرت بدي أشوف المراية، بدي أشوف إنه حالي كيف عم بعمل الحركات كيف، هي كانت احلى ميزه انا شفتها مع السيدات، يعني هي بشكل خاص انا شفتها. هلا انت يعني اي شخص بتشوفيه بيقول لك انه اي رياضه مثلا بترفع الثقه وهيك، بس في سيدات انه مثلا اذا عندها شويه بطن ولا عندها انه ما عندها تقبل انه انا عندي انه لا ما بدي، انه ما بدي اوقف عند المرايه، او في خجل من رفقاتها اللي مع انه ليش هن انحف وانا لا، فكانت عم تبني هي الثقه. أنا حسيتها هي كانت أحلى ميزة من بين المتدربين وأحلى ميزة شفتها بالأرض بالواقع العملي. يعني
اكيد بالنهايه لكل رياضه نوع من الرياضات في ميزات معينه، في لكل نوع يمكن محبين لها. صح. لا اليوم نحن عم نركز على الزومبا، خلينا نحكي عن الفوائد. ممكن هي تنحف، تشد اكثر، تحرق، خلينا نوضح اكثر شو هي فوائد هي الرياضه اليوم. هلا فوائد الرياضه هي اول شيء بالزومبا الحاله النفسيه، تعمل حاله نفسيه كثير حلوه. بيقولوا انه علاج هي بتكون هي عم تكون يعني مو بس انه فوائد عاديه، لا هي عم تكون كمان علاجيه. هلا برا الاشخاص يلي عم يكون عندهم اكتئاب او عم بيوصلوا لحالات سيئه جدا عم ياخذوا موضوع الزومبا كموضوع علاجي لإلهم. صحيح. بالاضافه لهيك هي الفوائد تبعها، يعني في الفوائد مثلا انه قلت لك اول شيء الحاله النفسيه، التخفيف من الالم خلال اليوم، من التعب، الارهاق، يكون في قلت لك رفع عمل القلب، نحت القدمين، التناسق تبع الجسم بتحافظ عليه، وبالاضافه لهالشيء هي دائما بتساعد جهاز التنفس، يعني عمليات التنفس بتكون اريح، تحسين الحاله المزاجيه هي اهم شيء، تحسين النوم. اكيد النوم في هلا في كثير اشخاص بسبب توتر اليوم ما بقى بيكون في عندهم قدره انه يناموا اخر الليل. الزومبا انت بتلعبي اول شيء بتطلعي هي كونها بتساعد بتفرز هرمون الاندروفين، هذا الهرمون هو كثير بيعزز السعاده، فانت بترجعي مبسوطه ورواء وكل شيء، بتنامي انت ومرتاحه يعني بدون اي توتر او قلق او اي شيء ثاني. طيب اليوم وقت بنقول زومبا بشيء لي الفوائد النفسيه، الفوائد الفرفشه اللي كنا عم نحكي عليها، اجواء النادي اليوم السيده هي هدفها هي حرق الدهون وشد الجسم، ولكن دائما في شيء شائع انه الزومبا بتعمل ترهل بالجسم اذا ما اقترنت بحركات الايروبيك، شو رايك؟ لا لا انت اي تمرين عم تمارسي اكيد اي تمرين بيكون عم يتمارس انت بتكون في له فائده كثير. انت هلا بيقولوا لك المشي مثلا، بعدين هي حركات الزومبا هي حركات عم تكون حركات رياضيه، يعني في كثير منها مشتق من الايروبيك. لا سريعه، انا بقول انه سريعه كثير، يعني انت عم تلعبي مثلا اي تمرين انت عم تاخذيه بحركه كثير سريعه. واذا بالعكس هذا بيساعد على الشد زياده، يعني لكن هذا بيساعد اليوم انه بصير ترهل يمكن اذا صار كثير. هلا اي رياضه انت بتمارسيها ما رح تعمل لك ترهل، اي رياضه الالتزام هو الاساس، بعدين كمان حتى البرنامج الغذائي بعدين هلا وقت وحده بتجي خلص خلينا بلا غذائي وقت الوحده بتجي بتتمرن يوم وبتقطع مثلا شهر هي مستحيل ما تترهل، يعني مستحيل. فانه لا يعني هن قلت لك هن تنوع، هن وقت انا عم بجمع وادمج هاي الحركات للتنوع واكيد للفائده، يعني نحن قلنا انه في هي حركات لاتينيه للزومبا بس وقت اندمجت مع الايروبيك صار التمرين امتع وصار افيد كمان. حتى حرق الدهون صار اكثر، يعني هلا انت حرق الدهون عند باي تمرين زومبا ما بين من ال 500 ل 1000 سعره حراريه. قد ايه الوقت؟ هي خلال من 30 ل 50 دقيقه او ممكن ل 60 دقيقه. حلو، يعني اليوم هدول بده ساعات مشي طويله يعني. هلا لكن المشي اذا بدك تعتمدي على المشي كثير بدك تمشي. توصلي بكره. توصلي لهي السعرات او لحتى اذا بدك مقرره تنحفي عن طريق المشي طريقك طويل كثير. احنا بنعرف انه المشي يعني مثل ما قلنا تسلاي وهيك بس ايه هو حلو تسلاي تكوني رايحه انت وحدا. تمام. سنابل اجباري بدك تمارين رياضيه اكيد. سنابل خلينا نروح نحكي شوي عن فئه الاطفال، نسمع كثير بالفتره الاخيره انه رياضه الزومبا صارت موجوده اليوم باغلب المدارس كتدريب للطلاب، خلينا نوضح الحركات هي نفسها عند حركات الكبار، بنسمع انه الاغاني بتكون بشكل منخفض اكثر من الاغاني للكبار، حتى كمان عم بتلاقي اليوم في قبول من قبل الاطفال وخصوصا اذا فينا نقول الصبيان، يمكن بتلاقي اليوم لك انا بدي قلق البنات تماما. فشو احكي لنا الصبيان دائما مشكلتهم من اهلهم، يعني الاهل او مثلا لما انه تكون ترقصوا هلا برا بتشوفي حتى المدربين في كثير مدربين زومبا يمكن شغلهم افضل بكثير وعن جد بيكون تمرينهم كثير ممتع. لا برا انا قلت لك هون لا. فانه هلا فئه الاطفال اكيد انا الاهداف تبعها هلا انا قلت لك في بالزومبا كثير انواع، فمثل ما في فئه الكبار بالسن اللي هي الزومبا الذهبيه في للاطفال، بس اكيد انا اهدافي مع الطفل غير اهدافي مع الشباب وغير اهدافي مع السيدات الكبار بالعمر. هلا الطفل وقت بده يجي اول شيء لازم يكون الطاقه هي اللي عنده انا اوظفها بالطريقه اللي منيحه، يصير في عنده تواصل مع رفقاته. في كثير اطفال بتشوفيهم خجولين، هذا الخجل انا بصير بتلافاه،
بصير في عنده حركات تناسق الجسم، التركيز، بيصير عنده توافق عضلي عصبي، أنا بنمي له التوافق العضلي العصبي من الصغر للطفل، بيصير عنده حتى بالنطق ممكن يصير وقت يشوف رفقاته بيصير في عنده سرعة بالكلام، يعني هي بتكون الفوائد تبعها كثيرة للطفل. بس أنا عم أقول لك حسب الأهداف اللي بدي أخذها، هلأ حتى بالأغاني أو بالشدة، أنا بأخذ له مثلا الأغاني تكون هي غالبيتها تبع أطفال، وبتكون الشدة والشدة تبعها بتكون بين منخفضة لمتوسطة، ممكن وصلة للمتوسطة إذا الولد مثلا شفته نشيط وعنده طاقة ومتفاعل معي أكيد ممكن أرفع له إياها للمتوسطة. بس أكيد دائما بأي تمرين زومبا كتير مهم بنهاية التمرين سواء الطفل أو سيدة أو بعمر الشباب قبل ما يطلع أنا رد رجع للنبض الطبيعي عنده، يعني ما أطلع يطلع الولد أو تطلع السيدة وهي عم تلهث، لا هي بيصير في أذى لإلها، مثل ما نحن قبل ما نبلش أخذنا إحماء قبل ما نبلش بالزومبا بناخذ إحماء نهيئ العضلات، كمان بالأخير لازم أعمل كم تمرين تمدد إطالة لحتى ترتاح العضلة يرتاح النبض يرتاح القلب وبعدها يطلع الشخص. طيب سنابل اليوم أنت كوتش خضعتي لكورسات من قبل الأخصائيين، نشوف بعض المتدربين وهي من الواقع أنه هنن مدربين ببعض النوادي بيقولك أنا دربت على اليوتيوب صرت حط وتدرب أنا حركات، هل هذا الشيء صح أو اليوم نحن بحاجة عن جد لمختصين؟ يمكن بعض الحركات تكون غلط تضر الجسم تضر جزء من أجزاء الجسم، شو اليوم خلينا نقول الطريق الأسلم لكوتش الزومبا؟ هلا نحن بداية أنت ما قلتي أنت الرياضة مثل ما بتبني بتهدم، هلا أنا أول شيء أنا خريجة كلية رياضة، هلا أنت وقت بدك تفوتي أنت بشخص أكاديمي أنا مثلا أخذ التشريح أخذ الإسعافات الأولية هي ضمن كلية، يعني هي بشكل أكاديمي أنا أخذ مثلا كيف الجسم كل شيء انه اي هي، يعني في مواد هنا بيكونوا عاطينك اياها بالكليه، انت كل عضله بتعرفي هي شو عم تشتغل، بتعرفي شو الشيء اللي بياثر عليها سلب وشو الشيء اللي ايجاب، هي انت بدك تاخذي هي النظره العامه عن الرياضه. بس وقت بدك تدخلي بالزومبا نحن بالاتحاد الرياضي عم يكون في دورات مدرب زومبا درجه ثالثه ثانيه اولى كمان هي عم نخضع لها وقت بدنا ندرب، هي الدورات كمان بتساعدك، يعني اول شيء انت بتتعلمي بطريقه صحيحه كثير، بتتعلمي بيعطوكي الأساسيات للتمرين بيعطوكي الأساسيات العملي بالشق العملي والشق النظري. أنا كتير ضد الأشخاص يلي بس إنه يوتيوب وبعدين نحن نطبق، بتتواكبي هذا التطور سنابل بكورسات جديدة على طول صح؟ أكيد أكيد، بس أنا عم قلك أنا ضد اللي بس هو بيعتمد على موضوع النت إنه أنا أخذت من النت لا بس أنا أنا قصدي كمدربين المدربين يلي هن مانن مثلا أخذين دورات تدريبية تأهلهم انه هنا يصيروا مدربين، انا كثير ضد انه هنا يدربوا، مش انت ممكن تأذي وبالاخص هلا فئة الاطفال انت وقت بدك تدربي طفل وانت ما عندك مثلا خبرة فيه ما بتعرفي اعضاء الجسم عنده كيف ممكن تتقبل هاي التمارين، انت هيك ممكن تكوني عم تأذي اكيد. فاكيد لا انا دائما بقول هلا اول شيء يفضل يكون خريج، هلا في كثير يعني في كليتين رياضه هون عندنا بسوريا بحمو بتشرين باللاذقيه وفي معاهد رياضيه، يعني هن كلهم يعني اصحاب كفاءات بالنهايه عم يطلعوا، وبالاضافه لهيك عم يعززوا هذا الموضوع بدورات تدريبيه من الاتحاد الرياضي، فيعني في كثير مدربين، فانت يفضل وقت بدك تسجلي عند شخص يكون عن جد مختص مو بس اخذ الموضوع هوايه او عن طريق النت بس، هي دائما يعني دائما نشد ذلك تحفظي مثلا على سلامتك وعلى سلامة الأشخاص يلي بدك تدربيهم إن شاء الله. بالختام يعني مثل ما ذكرتي الخبرة والتدريب هي دائما شيء كثير مهم بأي مجال بالحياة، بدنا نشكرك كثير مدربة الرياضة سنابل سلمان نورتي صباحنا. شكرا لك سنابل، ان شاء الله هيك حمستينا من بكره هيدي خلص بكره دائما نحن بنقول بكره. طيب شكرا لحضورك لليوم، يومك حلو، شكرا يا سنابل. شكرا لك، احنا هيدي صار ليل يعني تماما الصبح صار ليل هون بيكون وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، إن شاء الله يا رب كنا ضيوف خفاف على قلوبكم وعلى بيوتكم وقدرنا خلال صباحنا نقدم لكم كل الفقرات اللي بتفيدكم بحياتكم اليومية. بقيت نهار حلو لكم، كونوا بخير، باي باي. شكرا يا هايدي. شكرا لك يا رشا، وأكيد شكرا لجميع المشاهدين لليوم وللكادة اللي رافقنا اليوم بصباحنا. لا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت، ومن هلأ لبكرة تبقوا بخير.